سؤالها الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟ كفارة اليمين مثل قال الله جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كذا غدا. هذه كفارة اليمين: إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم، أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيرها من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعطيهم غدا. هذه كفارة اليمين. إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف إنه ما يبي أن فلان بات عنده، أو لا يجيب ضيافة ثم أجابه، كفر كفارة اليمين. يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يأسيه أو يرديه أو يتغاضه. فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام. إذا عجز عن الوصى فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام. قولي سفان العين فصيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، فهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.